أعزائي المشاهدين، أعزائي المشاهدات، السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رمضان في الحوم. في رمضان كنعيشوا أجواء جميلة مع الأحباب قبل الأذان، نسولوا ناس كيف كدوز رمضان، واش هاني مرتاح وفرحان. في رمضان في الحوم، كتستمر الجولة ديالنا في أحياء مدينة طنجة خلال شهر رمضان المبارك. والحومة اللي غنزوروها اليوم الحومة اللي معروفة بالسوق ديالها، أكيد عرفتوا من جاش كنهضر. الحومة اللي غنزوروها اليوم هي الحومة كسبرات. في رمضان في الحومة والله إلا الحاورة مضرة. السلام عليكم. اجواء رمضان مزيونه، هادشي اللي خصو يكون في رمضان، كره ومباراه جميله، فهمتي؟ الناس يكونوا سامحين مع بعضياتهم، ماشي مشاكل وهذا تبع فهذا والصداع على خلاها، فهمتي؟ كيفاش دايزين بارديوس عندكم هنا؟ بارديوس مزيونين اخي، ولكن مشاكل الواو صغار الناس هنا كتشوفها، على والو الصداع، على والو كاين لا ربح لا والو، فهمت؟ واحد جوج دراهم يربحوها باقي تعايبوا مع بعضياتهم، مشاكل حوامي حرب الحواف، فهمتيني؟ يعني اللي هذا الصداع ما خصوش يكون اخوتي. اجواء رمضان انتم كما كتشوفوا، الرغايف الحرشه برا، امور مزيانه، وشني الاثمنه بلا ما نقول لك ماشي غاليه، عاليه. اي والله حضر السلامه، كنتمنوا تكون هذه الاجواء دائما هيدا فرحه وكذا، وهادي الدراري فرحانه، فرحانه باجواء رمضان والعواشر. كيفاش كنجيب المغرب؟ كنجيبها مع السياره، تمشي واجي واجي مشي كتجي المغرب. اجواء رمضان رائعه، ما كاينش بحال هذه الاجواء، هذه اجواء الخير والكرم، الناس مشوره مع بعضها والناس صايمه، كل شيء بخير. انا عندنا في السوق واخا كاين ديك السرد رمضان ما كنحسوش به، فهمت؟ كانت الاجواء يا سلام بخير، الناس كتصلي، الجوامع مفتوحه، العام كيدوز، بيع وشراء، بيع وشراء، السوق كاين دابا، حتى السوق كانوا زولوه، فهمت؟ هي الدراري كتسمع شهيده وصافي، فهمت؟ كيفاش مثلا كنت كتعيش من الاجواء رمضان شحال هادي؟ كنا كنخدم النشاط مع الوالدين ديالنا، كنا كنصومو، ولد سبع سنين كتبر كيصوم، اما ولد عنده تبارك الله عنده 15 17 عام ما كيصوم، 20 عام ما كيصومش. المهم الاجواء دابا، اجواء رمضان دائما كتقول الحمد لله ربي سبحانه وتعالى، كينزل ديك، فهمتي؟ كينزل ديك الرحمه ديالو، كينزل ديك، المهم كيكونوا الناس متكافلين هنايا مع بعضياتهم، هذا كيخلص على هذا، هذا كيقدم العون والمساعده لواحد اخر، والحمد لله رمضان دائما كيكون مزيان الحمد لله. مولين بريوات سخونين. انا عندي بريوات جداد، الحوز، الكبده، الكامبا، اللي بغيتي هنا. الحوت الحوت عندي مراخ ومضخم في طنجه، يجينا عندي قيس كامبا، عندنا شي حاجات كامبا هنايا 5 دراهم، كالامر اللي بغيتي موجود. الاثمنه مناسبه، مناسبه، ثلاث اللي عنده ياكل، اللي ما عندوش ياكل، اللي عنده جوج دراهم يدي، ولا عنده ثلاثه دراهم يدي، ولا عنده خمسه يدي، ولا عنده درهم يدي، كل شيء يدي. واخا كيفاش كانت الاجواء شحال هذه والاجواء دابا، واش تبدلات؟ ولد العام الاول زعما رمضان، لا رمضان تاخرين ما عمرهم يتعاودوا، هذاك هذاك اللي كان الشارع عمره في حياته يتعاود، ديك الشارع هذاك الشارع دابا، دابا والو والو، مره كل شيء كيتشكى. السوق ملي زولوا في الراشة صافي مشى كامل دك دك، ملي كانوا في الراشة كنا هذا كياكل مع هذا، كلشي كياكل ويشرب. السوق كانت بركة في السوق، ما مزالس زال السوق، دراري داخل بيدهم ما عندهم شي، ما كاين والو في الزنقة وما كاين والو، والسوق جديد هو واقف مجدود، وبنادم طوراني هو جالس. هذيك الأجواء ما بقات حتى شي، هذيك الريحة رمضان ما بقاتش، ياسين كتشوف بنادم في رمضان كان هذا متفاهم. إي والله ما كيكون حتى واحد، مرة مرة كيخليو حتى واحد، دابا يا الساعة الأخرى أنا اللي كيخليوني ما عرفتش، هذا هذا ما استفدت شي كيخليوه، حاجة صرات صرات ما كاين حتى واحد. الأربعة د العشية كانت هنايا الدنيا ما تجبرش ما يتجوز، ما تجبرش كل شيء، شي كيبيع الشباكية، شي كيبيع التمر، شي الغايب، بنادم عزام هذا عايش مع هذا، واخا يا خور ما كيبيعش، هذا عايش مع هذا. كيفاش
كذاب. والاجواء ديال رمضان كانت شحال هذه الحمد لله كانت بالنسبه يعني مزيونه. دابا حاليا رجعنا كنعانيو هنا في شارع كسبراطه، ما بقاش داك الشيء بحال اللي كان شحال هذه مع هذا الوباء كورونا، يعني زاد طيحنا مره بصفه نهائيه. كان هنا التجار الحمد لله كنا كنفرجوا في الشارع، كنا كنحسوا بديك مناسبه الاعياد ومناسبه رمضان. دابا حاليا رجعنا كنعانيو، ما كاين حتى شي حاجه حتى استفاده. وما كتشوفوا السوق تاني التنميه البشريه تاعنا سيدنا يعني ما خدامهاش بصفه نهائيه. الشباب ديالنا خدامين معنا، هادو الدريات الحومه ديالنا كيقراو كيخدموا معايا في الصيفيه وكيعاونوني يعني في مناسبات. كنبيع بريوات، كنبيع السيجار ديال الجبن، كنبيع بريوات ديال الحوت، بريوات جداد، بستيلات، شي كوموندا اذا شي افراح شي مناسبات شي عصير عاود يعني على حسب. العواشر مبروكه وتعيدوا وتعاودوا باش ما كتسمنوا. وكنقولوا للعواو الصغارين بعدوا من الصداع والمشاكل، مبروك العواشر على جميع المغاربه وحنا منهم هما منا. ايوا شمبوك عليكم والله يبارك، الله يدوز على خير وبخير هذه الايام اللي باقا ان شاء الله. ودوز يا سلام يا سلام. الله يبارك العواشر، الله يبارك عليكم العواشر، وسمحوا لنا بزاف وهاد اجواء رمضان كل عام كتكون زايده والحمد لله يا رب العالمين. ما باقي كيجي رمضان. رمضان مبارك والله يدخلوا عليكم بالصحه والعافيه وكل عام وانتم بخير. واش مبروكة، واش مبروكة، رمضان مبارك سعيد لكل شخص، واش مبروكة. وكنحيو الدراري الحومة ديالنا وكنحيو طنجة كاملة والدراري تاع جديد وفورميدابل على الدراري كاملين والله العظيم. وكيف ما شفتوا معنا كانت هذه هي الأجواء في الحومة ديال كسبراطة خلال شهر رمضان المبارك. المهم ما نطولش عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد وحومة جديدة إن شاء الله. السلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.